زكري شكون ما يحبهاش. ايا الوصفه اللي جبتها لكم. السلام عليكم، ان شاء الله الفيديو تاعي يلقاكم بخير. بسم الله، بديت وعلى نبي نصل. نبداو بالخميره لولوفا. نحطو كاس فرينه، كاس ونص ماء دافي، مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، ومغرفه سكر. نخلطوهم ونخلوهم يرتاحوا 10 دقائق. نرجعوا نحطو ربع كاس زيت، مغرفه صغيره ملح. الكاس اللي كينا به الماء نكيلو الفارينة، نديرو الأول ونزيدو الزوج ونمسيها. لكن خدش كل فارينة كيفاش، لكن شديها تلصق بزاف تزيدي فارينة. كما تشوفي لاباط كما هكا، ما تلصق لا في اليد وما هيش طرية بزاف. غطيها وخليها تخمر. نروح نوجدو لاصوص بيتزا. طيبي لاصوص بيتزا تاع كيما موالف. كي طفي النار نزيدو طوماطيش مرحية ولا غابي وثوم. كي تخمر العجينة نطرحوها في بلاطو. هذه الكميه ندير لكم زوج صنيوات. تشعلي الفرن تاعك باش يسخن وتحكمي البيتزا. نديرو لاصوص طوماط وزينيها زيتون، الحار خضر مقطع لي زونشوا، ومن الفوق نحطو الزعتر. طيبيها على نار قويه. كي تخرجيها ديري لها زيت الزيتون من الفوق. شاهية طيبه، شاهدكم في الجنه.